مرحبا شباب، مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ حبيت اعرفكم عن نفسي وعن حالي وعن شغلي وعن وضعي. انا اسمي عزام اكحل من سوريا، من مدينه ادلب، وبشتغل بصناعه الحديد والتحف الفني والانتيك وكل شيء بيتعلق بالحديد، بزينه الحدائق، بزينه المنازل، بالديكورات المنزليه، العاب الاطفال. انا حاليا هلا مقيم في قبرص، وحاليا هون عم بشتغل بصناعة الأنتيكة، يعني سمك، ديكورات فنية، تحف فني. يعني في كثير عالم تسألني انه انت شو بتشتغل، هذا شغلك ولا ابو شغلك؟ هاي الاشغال اللي انا بنزلها كلها شغلي واعمالي. يعني هو الحمد لله رب العالمين، انا عايش هلا حاليا هون بقبرص، صار لي شيء 4-5 سنين. تعرفوا خرجنا من سوريا بسبب الحرب، والله ينهي الحرب في بلادنا ونرجع لبلادنا سالمين غانمين ان شاء الله. الله يفرج علينا وعلى جميع الدول العربية. حياة صعبة والإنسان لازم يستمر. هاي مدينة بافوس، بتصير بأقصى الشمال من دولة قبرص، قبرص اليونانية طبعا، لأن في جزيرة قبرص محسومة دولتين، قبرص اليونانية وقبرص التركية، نص بيحكي يوناني ونص بيحكي تركي. هلا أنا حاليا بعيش بقبرص اليونانية، يعني اللغة اليونانية. هاي مدينة بافوس مدينة سياحية كتير حلوة، وبالصيف يعني بيجيها تقريبا ما يقارب 20 مليون سائح من روسيا ومن بريطانيا ومن الدول العربية كلها بتجي لهون. بلد كتير حلوة وهادي وشعب طيب. هي أكتر شيء بتشتهر بالموز والحمضيات. يعني اليوم عطلة، اليوم يوم تنين، يمكن 19 الشهر، اليوم الشهر الثاني. جو كتير حلو، البحر هادي، مناظر طبيعية، العالم كله طالعة اليوم، في عندهم عيد. بتمنى اللي عنده قدرة يعني يحسن يزور قبرص، يتمنى يزورها. في كثير من الاصدقاء والمشتركين بقناتي بيقولوا لي انه هذا الشغل شغلك او لا. يعني انا عندي اشغال كثير، انا من 25 سنه 30 سنه بشتغل بالمصلحه، الحمد لله. يعني احنا العرب معروفين دائما ان نطلع الدول العربيه، يعني بنشتغل على الدول الاجنبيه، بنشتغل، اشتغلنا بسوريا، بليبيا، بالاردن، بمصر، بالسعوديه، تركيا، قبرص التركيه، قبرص اليونانيه. هاي البحر كتير حلو اليوم، بس ما أخرج السباحة. يعني هاي البحر اليوم لكل شخص بيحب البحر. وهاي الباخرة الصغيرة بيقولوا انه علقانة بالبحر من 20 سنة، 30 سنة تقريبا، انه سوريين ولبنانيين اجوا فيها وعلقت هون بالصخر وبعدها واقفة. هاي حديقة أطفال هون. هذا ملعب جولف، هون السواح الأجانب اللي بيلعبوا. بيه اللي جاي تقول علي حبي.
قول علي انت فينك وبين الحب دنيا دنيا معك اريد اسمع رداي عالم اليونان يعني كبروا تتقيد بحكم اليوناني بيجي على البحر بيشكي همومه مثل ما بيقولوا Junk!